لكن أبكيك يذهب له أهل الكل على الغليل حتى ما يبقى بكائي في البلد وأقول له منهم ذهب إلا رجل المقال واحد. يا بدائي أهل السنة وأعمل ترفقوا، بالصبر رحمكم الجميل الله، تعزيا فإنكم من لو أقل كان الناس. بالصبر وقال الجميل يونس بن عبيد: عزائي ليس طولت شيء كاثر أغرب من السنة الدهور وتارة وأغرب منها تراوي إلى من يعرفها. نعومتي وروي عنه أنه قال: كم عبرة أصبح من عرف عرفتها السنة عرفها غريبا، وأغرب منهم من يعرفها. أبدي وعن سفيان التجمد الثوري قال: العدو استوصوا ولو بأهل بتململي استوصوا لقد بأهل السنة اجتفى خيرا فإنهم دمائي غرباء. وكنت ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة طريقة النبي كان صلى الله عليه وسلم التي يرضيت كان هو وأهله هو وأصحابه كان عليها، الحمار السالمة من الشبهات تتكدس والشهوات. ساتع.